ثواني، عايزين نعمل قصة بين شخصين بيتكلموا. طيب هاجي دلوقتي أقول له أنا عايز أعمل خلفية، وليكن مثلا خلينا نختار حاجة مثلا زي الفارم ديت، تمام، وخلينا نلغي القطة ونحط شخصية تانية وليكن مثلا دوت، تمام، وتعالى نحط شخصية كمان برضو تكون شخصية خيالية وليكن مثلا دوت. طيب أنت ملاحظ إن هما الاتنين بيبصوا ناحية واحدة، أنا عايز هم يكلموا بعض مش متخاصمين مع بعض، يعني ده بيحصل في الأفلام المصري كده. طيب هاجي أختار واحد فيهم وليكن مثلا دوت، وأقول له كاستم وأقول له ليفول، تمام. طيب وتقدر تتحكم في الخصائص بتاعته واللون بتاعه وتقلب فوق وتحت زي ما أنت عايز، تقدر تلون زي ما أنت عايز. طيب تعالى نيجي هنا في الكود، أنا عايز ده أول ما أدوس على الإيفنت اللي هو العلامة ديت يبدأ يقول لي ايه هلو، فهيجي هنا وهقول له سي هلو. طيب لو انا جيت هنا وقلت له نفس الفكرة، تعال نشوف ايه المشكلة اللي هتحصل. بقول له لما حد يدوس عليك كليك قول هلو. طيب تعال ندوس كده، هما الاثنين قالوا هلو في نفس الوقت، محدش سمع التاني. طيب الحل ايه؟ الحل ان انا اخليه يسكت شوية، تمام، يعني اقول له ايه اديني بس ويت لمدة ثانيتين. طيب شغل ده يقول لي هلو وده يقول لي هلو، وممكن اجي هنا واقول له ايه ويت ثانيتين وبعد كده اقول انت كلمة تانية وبعد كده اقول ايه واتس يور نيم، فالتاني يرد عليه وهكذا. اهو شغل هيقول له هلو هلو وبعد كده يقول له واتس يور نيم. طيب فرض ان هما بقى ايه هيروحوا لمكان تاني، فبتيجي هنا تقدر تختار خلفية كمان، يبقى عندك خلفيتين تقدر تبدل بينهم وليكن مثلا الديزرت دي، تمام. فانت كده عندك خلفيتين تقدر تبدل بينهم، عندك مساحتين للشغل. طيب احنا دلوقتي عندنا الخلفية دي وعايزين نروح للخلفية التانية، فانا هقول له ايه انا عايز اخش في اللوكس واقول له ايه سويتش باك، غير لي دي للحاجة بقى اللي انا عايزها، تقدر تختار بقى اللي انت عايزه. طيب خلينا مثلا نيجي هنا، خليني اقول له دوت غير لي الباك جراوند خليها الفارم مثلا، اول ما تشغل تبقى فارم. طيب ولما بيبطلوا كلام ويخلصوا كلام، تمام، اقول له ايه غير لي الخلفية كأن هو راح لحدث تاني، غير لي للديزرت، تمام. وبعد ما تروح للديزرت تقول كلمة ايه سر مثلا علي بابا، بتشغل هلو هلو واتس يور نيم، خلفية اتغيرت وبدأ يتكلم يقول كلمة تانية، تمام. طيب ممكن اقول له ايه اخفي لي شخص معين، يعني بعد عدد معين من الثواني اخفي لي الشخص دوت وخلي الشخص التاني هو اللي يظهر معايا، تمام. ممكن تقول له هايد ذا العنصر دوت، تمام، خليه مثلا، وتيجي بعد شوية تقول له شو مثلا. طيب خلينا نشغل كده هلو، اختفى وبعد كده ظهر والخلفية اتغيرت وبدأ يتكلم. دي بعض الحيل والحاجات بحيث تبقى فيه مؤثرات في القصة.